لقد أثنى أهل العلم رحمة الله عليهم الذين عايشوا رجاء بن حيوة عليه، فكان مكحول الشامي حينما يقال له من نسأل بعدك فيقول سلوا شيخنا رجاء بن حيوة. وكان عبد الله بن عون رحمه الله تعالى يقول ما رأيت أفضل من 3 علماء، وذكر منهم محمد بن سيرين في العراق ورجاء بن حيوة في فلسطين. وكان أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم منهم الإمام عبد الله بن عون إذا أعجبه رجل يقول انظروا إلى ذلك الرجل إنه رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة كان حافظا من حفاظ الحديث، وكان عالما من علماء الحديث، وقد أسلفت لكم أيها الأحبة الأكارم أنه روى له الأئمة الأربعة والإمام مسلم. وكان من دقة محفوظاته أنه كان يحفظ الحديث بحروفه وألفاظه، وهذا أيها الأحبة عظمة، أن تجد رجلا يحفظ الحديث كما قاله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن ذلك لأمر عظيم يدل على سعة ذهنه وقوة حافظته وذاكرته. ولذلك رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى كان من علماء الحديث الذين حفظوا هذا الحديث، وحفظ الله سبحانه وتعالى بهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجاء بن حيوة الكندي رحمه الله تعالى عاش ونفع الله عز وجل بعلومه، وآخر أجل الإنسان الموت، فقد توفي رحمة الله تعالى عليه كما ذكر خليفة بن خياط في طبقاته في سنة 112 للهجرة. هذا العالم الجليل أيها الأحبة الأكارم قد تكلمنا عنه وذكرنا نتفا من سيرته ونبذة من سيرته، بل زبدة سيرته، لأن له سيرة مطولة في كلام العلماء نريد أن نستلهم منها أن العالم بالشريعة بإمكانه أن يشارك في صناعة الحياة الدنيوية، يكون مهندسا، يكون قائما على مصالح الناس، ينصح الولاة أو ينصح الحكام، يبين لهم هذا الدين، لا ينأى بنفسه عن المجتمع، لا يلس فقط في صومعته الفكرية وفي برجه العاجي أو يلس مع طلبة العلم، وإنما يشارك الحياة ويعيش في هذه الحياة ويوجه الناس وينصحهم حتى يكون لهم بإذن الله سبحانه وتعالى دور عظيم، فيرون فيه العالم القائد القدوة، العالم القائد القدوة الذي لم يكن علمه مجرد محفوظات في ذهني وإنما يدحرجه على أرض الواقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم رجاء بن حيوة الكندي رحمة واسعة، وأن يرزق أمة الإسلام من هو بعلمه وفضله، بل من هو أفضل منه. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.